السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا في موضوع جديد اليوم، وهو حب الاستطلاع ولا الفضول، قدر يكون إيجابي أو سلبي. إلى أبقى معايا. التطور التكنولوجي السريع الذي حدث في السنوات العشر الأخيرة تمكن الإنسان من الوصول إلى اختراعات علمية مذهلة لم يكن ليستطيع النجاح في الوصول إليها في الماضي. تعال معنا في هذا الفيديو نستعرض أهم ما تم التوصل إليه من الاكتشافات العلمية المبهرة. علاج بالخلايا الجذعية. في عام 2006 تمكن العالم الياباني الحائز على جائزة نوبل شينيا ياماناكا من اكتشاف إمكانية إعادة برمجة أي خلية وتحويلها إلى خلية جذعية. ولهذا يعتبر العلماء أن الخلايا الجذعية عبارة عن خلايا متحولة يمكنها أن تتأقلم مع أي خلية أخرى في أي جسم يتم زراعتها فيه. البنزين من المخلفات. ربما تكون هذه المعلومة مقززة بالنسبة للبعض، حيث تم اكتشاف كتلة من مخلفات الصرف الصحي الضخمة جداً والتي نتجت بسبب تجمع الحفاضات ومخلفات الحمام والصرف الصحي لتكون هذه الكتلة الصلبة. المثير في الأمر أن العلماء اكتشفوا أنه عند تحليل وفصل مكونات هذه الكتل يمكن إنتاج بنزين عضوي منها بكميات كبيرة تكفي لتملأ 350 باص في اليوم. أول حاجة نبداو بها هي نعرفوا شنو هو حب الاستطلاع والفضول بالدارجة ديالنا. فضول الإيجابي والسلبي، نتكلم على الإيجابي. أول حاجة أننا إحنا تنسمعوا شي حاجة غريبة تنقولوا أو شكين، تنبغيو نعرفوا شنو هو داك الصوت منين جا، تنشوفوا شي حاجة تنبغيو نفهموها، علاش هاد الحاجة وقعت، علاش، شكون هذاك، كيفاش، طاطاطا، ياك. من جهة تنسمعوا شي معلومة جديدة تنقولوا واش المعلومة بصح، واش خاطئة، ممكن لا بغينا كاع نمشيو نتاكدوا من هذيك المعلومه، اما بالحواس ديالنا، اما بالقراءه، اما بالبحث، اما باي طريقه تنبغيو. واغلبيه الاكتشافات اللي وقعات في العالم هي نتيجه حب الاستطلاع. لا الاماكن الجديده بحال دول امريكا اكتشفوها، يعني ناس اللي زاروا هذا المكان وهما كانوا يامنوا ان الارض كانت مسطحه، فوصولهم للولايات المتحدة عرفوا أن الأرض غير مسطحة. و بزاف الحوايج اللي توقعوا لينا احنا كناس عاديين يوميا، ممكن تشوفي أكلة من شي بلاد تقولي خصني نجرب هذا النوع ديال الطياب، عجبني بغيت نجرب ونشوفه كي داير. هذا حب الاستطلاع. الفضول قلنا فيه الإيجابي والسلبي. هضرنا تقريبا على الفضول الايجابي اللي تيحسن وتطور من الانسان، والفضول السلبي بحال كاين شي حوايج على الناس الاخرين هي معلومات لا تهمني، يعني واش خويا بخير مع مرتو ولا لا، عندهم صداع وندخل انا في ما لا يعنيني، هذا في سبيل المثال. يعني هذه الامور لا تهمني انا، يعني بالدرجة الأولى، إلا لا دوك الأشخاص جاو عندي وقالوا لي أوكي هذا هو المشكل ديالنا وبغيناك تساعدينا فيه. أما باش أنا ندخل بوحديتي هذا فضول، نبقى نطلع على الجيران اش تيديروا، ولا ندخل اليوتيوب نبقى نقلب اشنو واقع لهذا، اش كاين هذا، شوف الفيديو ديال هذاك راه تريت لي اللحمة، هذا راه عنده هذا المشكل، هذا مرض مرض. يعني تولي اهتمامك بالآخر لدرجة غير عقلانية. علاش أنا تنتكلم على هذا الموضوع؟ لأنني تنشوف الناس أننا بصح عندنا
الحب للاستطلاع هو مسألة غريزية يعني فينا، طبيعة فطرة، وهي سبب نجاح الإنساني. جميع الاكتشافات الدنيوية راه كانت بسبب الحب للاستطلاع، البداية ديالها. ف حنا تركزوا على الجانب السلبي وتستعملوا الحواس ديالنا في أشياء سلبية، وتنضيفوا معلومات للدماغ ديالنا اللي ما تستفيدوش، تنعمره وهو واحد المكان محدود وعنده واحد القدرة محدودة، وتنستعملوا هذوك المعلومات لخلق مشاكل وجذب طاقة سلبية. انا تنجيب واحد المعلومات اللي ما غتفيدني بوالو وتنخزنهم في عقلي، وتنبقى متعصب، هذيك شرا الطوموبيل، هذيك شرا الدار، هذيك تصورات نص مليون دولار، شو ندير انا. وبالعكس، انا كان بامكاني نخدم على راسي ونخلق واحد المتعة، نخزن شي معلومة زوينة في دماغي اللي غتطورني كإنسان، إما عمليا إما ثقافيا إما دينيا إما كأم كأي إنسان. الأدوار ديالنا كلها الإنسانية، كإنسان يعني جار، كزوجة، كإنسان نفسي، كيفاش نطور راسي. فاحنا تنوضعو هذاك الطاقة كلها في الفضول، في أمور آخر. وهذا هو السؤال، أنا علاش هناك ناس يتمتعوا في أنهم يحب الاستطلاع أمور آخر ولو هي لا تفيدهم في شيء. وكذلك فكرت مسألة المخدرات، يعني الناس كثير من الناس اللي يدخلوا يستعملوا المخدرات هي حب الاستطلاع. في الاول تيبغي يجرب، تيجرب تيوحل، تيولي مدمن، خصو يغدي هذيك الادمان وباش يخرج منه مساله صعيبه. فانا تنشوف هناك توازي في الفضول السلبي، الفضول الخايب، يعني الانسان لما تيدخل تيولي مدمن على الفضول، خصو يعرف هذاك بنادم شنو يدير، خصو يبقى متبع واحد الانسان، متبع النجاحات ديالو. والمشكله هو تيولي اما باش هو يتسمى ناجح، خاص يكون داير شي حاجه احسن من هذاك الانسان الاخر، ما تيبقاش هو تيعطي معيار خاص به هو النجاح. والنجاحات ديال الناس تختلف من واحد لواحد. النجاح ديال واحد ولو يكون بسيط في اعين الناس ممكن يكون كبير لواحد الشخص معين، بحال الانسان اللي مقعد باش يتمشى خطوات، راه شيء كبير، خصو يخدم على العضلات ديالو وعلى الخلايا ديال الذاكره، التحرك في الدماغ ديالو، خصو يبقى يترين كل نهار لساعات باش جسده يرجع للمشي مره اخرى، ياك. ولكن انسان اللي هو صحيح وتيجري وبغي يجري وخصو يجري واحد المسافة معينة في واحد الوقت قصير، النجاح ديالو خصو يضرب آخر رقم ديال هذيك المسافات، ماشي نفس هذاك المقعد. فهاد المقارنات لا تصح، وأننا نشتغل بالأمور الآخر هو مرض، لأنني هذيك الطاقة ديالي نقدر نستغرقها في أمور شخصية. وخا نشوف غير شي حاجة صغيرة، اوكي ممكن اليوم نقرر نقرا دعاء، نعطي واحد الوقت شوية ديال الدعاء، ياك، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، راجع بعد السلوكيات السلبية اللي فيا انا، يعني ما بقاش انا مركزة على الاخر. نشوف يمكن نفكر في شي افكار اللي تساعدني مهنيا، انني ندير شي بروجي، شي حاجه اللي تقدمني للامام، ناخذ شي معلومه، شي تدريب، شي حاجه. خصني نبقى انا نفكر في راسي شنو ممكن ندير باش نطور نفسي كانسان، وما نبقاش في نقطه ركود ويكون عندي فراغ ونولي منشغله بالاخر اكثر من نفسي.
فمرة أخرى أنا تكلمت على حب الاستطلاع. حب الاستطلاع هي مسألة غريزية ولكن في فطرة في الإنسان، ولكن خاصنا نستعملها بالطريقة الإيجابية. أننا نبحثو ونطوروا شخصنا وماشي نستعملوها فقط لتخزين معلومات على الآخر وخلق واحد الجو داخلي داخل النفس ديالنا أننا خصنا احنا نفوتوا النجاحات ديالو باش نتسماو ناجحين، أننا نبقاو فهاد الشيء أمراض. خصنا ندربوا نفسنا المعلومة اللي ما غتفيدنيش ما نشغلش راسي بيها، ما نتعبش نفسي بيها. المعلومة اللي أنا محتاجة نعرفها على الآخر وغتفيدني أنني أعرفها وغنفيده هو باش يعرفها، راه غتفرض نفسها بنفسها. ولكن باش نبقى أنا نبحث في الآخر، علاش مالو هادي، راه دخل مشى جاب شرا كلا، يعني أنا ولي مريضة. يعني هاد المعلومات لسنا محتاجين بها، ويمكن إلا ركزنا الفضول ديالنا في التوجه الإيجابي يكون عندنا نجاح أكبر وتطوير النفس والإنسان لوجهة أحسن. أتمنى نكون وصلت لكم هذه الفكرة. كنت نقرأ على هذا الموضوع وتارني وقلت نشاركه معكم. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا المعنى ديال كلامي. أنا ضد التبرقيق، ضد جمع الأخبار، ولكن أنا مع تطوير النفس. ونتمنى هذا الفيديو يساعدكم لتطوير نفسكم، لأنني أنا تنحاول ما أمكن نشتغل على نفسي. ونسأل الله يهدينا ويرزقنا الثبات ويزيدنا علما نافع. يلا إلى لقاء آخر إخواني أخواتي. بلد ستوديو ديالكم لك هذا ديال الدوزيام، انت مالك واش دخلك؟ لا انا اختي خاصني نعرف راه خاطر اللي فيس ديال التبرقيق، فهمتي؟ التبرقيق ما يشاور، خاصني نعرف كل حاجة، كل حاجة كطرى قدامي خاصني نعرفها، فهمتي؟ التبرقيق هذا راه كلشي كيبرقق اليوم، ميريكان كتبرقق العالم، فهمتيني؟ كاين بعض الصحف كيكتبوا واحد الفقرة فيها فقرة التبرقيق، قراها ولدي ذاك النهار، فهمتي؟ كلشي كيبرقق. ايوا واحد نقلت صواب، سؤال جاوبتك جاوبيني عليه، قولي قولي على هذا الموضوع، ما تبقاش تسولني على الأسئلة، أنا اللي كنسولك وأنت جاوبيني، شنو هما الوسائل اللي كتستعملي باش تبرقي؟ خاصة تكون عندك كبرقاقة، أختي قولي خصك يكون عندك النظر، خصك تكون تشوفي مزيان 10/10، فهمتيني؟ ثانيا خاص الودنين يكونوا كيسمعوا بحال الجميل قوية، ثالثا خاص الإنسان دايما يخص الودنين، فهمتي؟ باش يطلق الودن اللي تكون الخبار جاية. فهمتيني؟ وخاص يكون خاطرك متيسع، حيت الخبار تقدر تجي تقدر ما تجيش، خاطر غير خفيف الدم، فهمتي؟ انت حال الحانوت وكتسناه، هذا هو تبرقي الوسائل ديالك. اختي بغيت نسولك شنو؟ ماكياج كون باقا عليك، ماشي هذا هو السؤال ديالك. اختي والله تبرقي راه ميشاور، اجي واش ما كتفكريش زعما تبدلي هاد الحرف هادي؟ اختي ما نقدرش.